زكريا مختاري، معروف باسم خالد، 29 سنة من مدينة معسكر، طالب جميع حقوق. ديجا عندي فني ديبلوم في الكتروميكانيك، تخدم به في الشركات وكاع. بور لو مومون مي نقرا في الجامعة، ما قدرتش نوفق بين الخدمة والقراية، سي بور سا بديت مهن حرة. قبل ما ندير الحمص كنت داير رحا تاع حمص، كنت غير في الدومين تاع حمص، كنت داير رحا نبيع لصحاب الكران. بعدا عاودت بانت إذا الفكرة تاع ندير الحمص، بان نعاون روحي مع اللي راني ماري وكاع نصرف على العائلة، فاني شوية ما نقدرش نقعد قاعد كيما هكا. راس ما بديت به زعما مويا، ماهوش حاجة كبيرة ولا ماهوش حاجة صغيرة، 5 ملايين هكا ولا 5 ملايين ونص، به بكروسة بصوالح بماعين. الطياب يعاوني شيباني هو اللي راه يعاوني في الطياب، خاطش انا ما نجيبش نقدر كاع النهار نطيب ومن بعد نجي حشيه نبيع، سي بور سا نتقاسم الخدمه انا والشيباني راه يعاوني. زعما محلات من هذوك تاع المهنيين هذوك تاع البلديه هذوك راهم قاعدين بلعين من 2016 نجري 6 سنين لحد الان ما بان والو. الميساج تاعي للشباب كاين 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 شعم ميتي يقدروا يديروه باه ياكلوا خبزه، ما كانش زعما ماشي شرط الانسان يكون خدام عند بريفي ولا عند الدوله ولا كاين شعام ميتي يقدر يديره الانسان باه ياكل كسره حلاليه. ندير ريستورون يكون حاجه تراديسيونال، حاجه الهيئه تاعك شو زعما حنا تاع بكري، في صوات على لونتيكيتي وكاع هكا مع اللي عندي شويه صوات على لونتيكيتي، ندير زعما ويكون زعما خاص زعما بالفنانين.